مرحبا، نحن في ولايه فيرجينيا بالولايات المتحده الامريكيه، بالتحديد مدينه بلاكسبرغ، في هذا المنتجع جميل جدا راقي، وطبعا دائما في هذا المنطقه الجو دائما راقي وخضراء وزخات خفيفه من المطر، وخلفنا مياه تتدفق، مياه عذبه من هذا النهر. منطقه جدا جدا راقيه جدا جدا، يناسب طبعا لاهدافنا والتي نحن نهدف تحقيقها على المدى القريب والمدى البعيد بإذن الله تعالى. ونحن عندنا 10 أهداف ولتحقيقها طبعا بإذن الله تعالى وبإرادته. الهدف الأول مواصلة إقامة المحاضرات والندوات واللقاءات الإعلامية والمشاركات في المؤتمرات، حتى لمواصلة نشر هذا العلم واستفادة من علم الآخرين وتوسع رقعة العلم وزيادة فائدة الآخرين، استفادة من هذا الاكتشاف العلمي الذي يعود المنفعة للكثير من الأسر، كثير من الناس، بوجود مادة سائلة، مادة بسيطة لكن تحمل كثير من الأسرار العظيمة. واحد. اثنين، إنشاء مركز للطب الشمولي. والطب الشمولي هو معروف بأنه يركز أو الصحة الشمولية، يركز الصحة الشمولية يعني كما هو مثل معروف في جمعية، لدى الجمعية الأمريكية للطب الشمولي، بأن الإنسان يعني مكون من 4 عناصر: العنصر الجسدي وثم النفسي والذهني والروحي. فإذا يعني مكون متصل بعض البعض، فإذا تأثر عنصر واحد تأثر بكل بقية العناصر فيفقد التوازن. فبالتالي يعني إنشاء مركز للصحة الشمولية حتى يستفيد الناس من هذه الجوانب، وإضافة كمان الأنواع المتصلة بالصحة الشمولية مثل العلاج بالتدليك والعلاج الحراري والعلاج يعني أنواع أخرى من العلاج الطبيعي، يعني اللي هو تعلق بالطب الشمولي أو الصحة الشمولية. الخطة الرابعة يعني على مدى البعيد بإذن الله تعالى هو إنشاء منتجع سياحي علاجي للصحة العلاجية الطبيعية، يعني يكون يتكون من هذا طبعا اللي هو الطرق العلاجية للمساخن والنظام الغذائي السليم واللي هو العلاج بالغذاء طبعا، وأيضا الاسترخاء وأيضا الريكي، العلاج بالطاقة وأنواع العلاجات الطبيعية الأخرى التي تنسجم مع هذا النوع من العلاج، هو العلاج بالمساخن مع بعض، حتى لإعطاء الزبائن أو المستمتعين أو الذين يستفيدون من هذه الخدمة في استفادة بخيارات أفضل وأكثر، على يعني شكل منتجع في موقع مثل هذا، موقع خضراء، موقع فيه طبيعة، وأيضا في مواقع مختلفة حتى لو كان في الخليج أو في مكان آخر، يكون في مكان يعني يكون فيه طبيعة، أي طبيعة، صحراء أو طبيعة الغابة أو أي نوع من الطبيعة يستمتع بها الزوار والنزلاء في هذا المنتجع. الرابع هو يعني استفادة من هذا الملكية الفكرية، على أساس يعني استخدام هذا العلاج لدى المؤسسات الصحية تتعلق بالصحة الشمولية والطب البديل، استخدموا هذا كمقابل حقوق الملكية الفكرية. الخطة الخامسة هي إقامة مزيد، إقامة يعني فحوصات الطبية للتأكد من مدى يعني فحوصات طبية ومعملية دقيقة للتأكد من ما هي التغييرات البيولوجية للذين يتناولون يعني يواظبون على هذا البرنامج، ما هي التغييرات اللي تحصل في جسم الإنسان، وتسجل ذلك من قبل المؤسسات الصحية معتمدة. الخطة السادسة اللي هي طبعا إنشاء يعني مركز لرعاية المسنين، طبعا هذا مشروع زوجتي مهتمة بهذا الجانب، هي تحب المسنين والأطفال، فيكون منتجع يعني مركز لرعاية الأطفال ورعاية المسنين باعتبار لهم حقوق في هذا في الرعاية، واستخدام هذا الصحة الشمولية لهم الاستفادة من هذا الجانب. ثم خطة تالية وإنشاء أكاديمية للصحة الشمولية حتى يكون في نخبة من الدارسين ويستفيدون من هذا العلم، ينتقل من جيل إلى جيل ويتخرجون ثم يفتحون مراكز صحية لهم أو ما يطمعون من طموحاتهم، يعني يطمحون من طموحاتهم في تحقيق أهدافهم المرجوة حتى لمساعدة النشر ومواصلة نشر هذا العلم. والأخير هو 10 أي بناء
منظمة أو مؤسسة كونية، أي للإيمان الكوني، أي universal faith، أي انسجام، لأن العالم اليوم أصبح شبيه بكرة صغيرة، كقرية صغيرة، يعني انسجم فيها الحضارات الإنسانية، انسجم فيها شعوب العالم بمختلف ثقافات والعقائد والديانات والمذاهب، فأصبح انسجام أصبح سهل جدا، والاتصالات والتواصل والعلاقات متصلة بين الناس والانسجام بين البشر، فحتى يحقق المزيد من التطور وازدهار إلى عالم أفضل، عالم يعيش الجميع بحياة آمنة والاستقرار والأمان. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لكم وجميع أعزائكم التوفيق والصحة والعافية. بارك الله فيكم.